والله العظيم ان شاء الله باذن الله الاسره كلها والاخوات والزوجات وكله باذن الله ننزل ونقول نعم حتى لو بدمنا، ونفدي البلد بتاعتنا دي ان شاء الله تصلح البلد دي بخير، ربنا يكرمها ان شاء الله بالستر. لا ده غير صحيحه بالنسبه لي انا، عشان دول يعترف بيهم باي شيء. يعني احنا نروح بنعترف بنفسنا احنا، ولا الشيوخ ولا اي حد، ولا جران ولا الشيخ ولا اي حد اللي مش سمع كلامه، او معنى اصح الناس دي بتفتن وخلاص، وهي قاعده في بيوتها وقاعده في مكاتبها ولا ليها حق اصلا تتكلم في المواضيع دي اصلا، عشان احنا بنخاف على بلدنا ونحمي بلدنا ان شاء الله بالاخوان او غير الاخوان. الحمد لله تفضل مصر يعني بخير، والناس اللي فيها برضه بخير. مشايخ زي مين يعني؟ زي القرضاوي مثلا، زي امثاله، دول كلهم منافقين، ولا يعترف بيه شيخ ان طالع عن الدين خالص، ونقر تربيته لمصر وعلمه لمصر القمه اللي كان فيها، لكن ده كله تخرف. احنا نازلين الاستفتاء وموافقين على الاستفتاء وموافقين بالسيسي يمسك رئيس الجمهوريه، مش عايزين اي واحد تاني، وده ان السيسي جه في الوقت المناسب اللي انقذنا من البلد وانقذ البلد كلها مش احنا بس. ده حضرتك ده رايهم هم، كل واحد له رايه الشخصي، لكن احنا راينا كشعب وكوطن، واحنا من اهل السيسي من الاخر يعني، احنا تبع السيسي ومالناش دعوه بالاخوان اطلاقا، وكل واحد له رايه في الدستور وكل واحد يقول رايه، واحنا بنقول راينا للصالح، للصالح في الدستور بنقول راينا، مالناش دعوه بقى يقول ما تقولش تقول، ده رايه هو، ماليش شان براي الاخرين. برأي المشايخ يعني. لا ماليش دعوه بالمشايخ خالص، المشايخ دول لهم طريق لوحده، كفايه للبلد حصل لها بقى، عايزين البلد تتنور وتتقدم وتبقى بخير وسلام ونبقى للاحسن ان شاء الله. يكفي ان احنا الحمد لله ما فيش ديش في الدول كلها غير مصر، ما فاضلش غير ديش مصر، فما اعرفش يعني الشيوخ دول هم رايهم هم غير راي الاخرين، هو كل واحد حر في رايه. احنا نعمل الدستور للصالح، لصالح البلد وصالح الشعب وصالحنا وصالح دشنا وصالح شرطتنا وصالح اي حاجه حلوه للمصر، وده راينا للصالح، سواء دستور او انتخابات راي جديد او اي حاجه، هم رايهم بقى هم حرين فيه، احنا لا شاركوا في رايهم ولا هم شاركونا في راينا.